يقول السائل: ما رأيكم في من قال إن الذي توقف في الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه إنه أفضل ممن شارك في هذه الفتنة؟ عندنا قاعدة أننا لا ندخل فيما شجر بين الصحابة ولا نخطي أحدا منهم أبدا، لا ندخل فيما شجر بينهم، بل نترضى عنهم ونعتبرهم خير القرون ولا نخوض فيما دار بينهم. هذه قاعدة وهذه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.